اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في بطولة اوروبا تشامبيونز ليج. سيسكا موسكو خسران على ملعبه امام المان سيتي 2-1 والمباراة في لحظاتها الاخيرة، دي اهم حاجة موجودة دلوقتي. وعندنا النهاردة كمان روما مع البايرن ميونخ، وابول نيقوسيا مع باريس سان جيرمان، وبرشلونة الاسباني مع اياكس امستردام، وشركة مع سبورتنج لشبونة، وتشيلسي مع ماري بول سلوفيني، وباتي بيرسوف مع شختار دونيستيك، وبورتو مع اتلتيك بلباو. معانا الحقيقة الطرف اللي فجر هذه القضية، والحقيقة ما فجرهاش النهاردة، فجرها منذ زمن بعيد وموقفه لم يتزحزح زي ما انا قلت الاسلام، انه اللي فجر القضية هو الكابتن مجدي عبد الغني، وبالتالي راجل يستحق الاحترام ويستحق التقدير لانه قام بدور، سواء هو عضو مجلس ادارة او هو خارج مجلس ادارة او هو اعلامي. برحب بالكابتن مجدي عبد الغني. مساء الخير يا كابتن مجدي. مساء الخير يا كابتن شوبير، وفي الحقيقة بشكرك لان اسلام في الحقيقة تطاول. لا ما انا بلحقه على طول، ما تقلقش، تطاول زيادة عن اللزوم وخرج عن المألوف. انا مكانك. كان ينبغي له ان يتحدث بهذه الطريقة عن يعني هو يعني اذا ما كانش بيعتبرني نجم ففضل من عند الله مصر كلها بتعتبرك. لا احنا نعتبرك، احنا اللي نقول عليك، احنا نقول عليك انا بعد اذنك يعني. نعم. المفروض الوضع الطبيعي انه يبقى يعني يبقى مش عشان بيعد اكتر من برنامج في التلفزيون وفي الاذاعه يعتبر نفسه انه كبير. هو اعاد الامر، اعاد الامر. بعد اذنك بس يا كابتن شوبير، ما اكمل لك بس يا كابتن مجدي، وراجل اعاد الامر انه يتكلم عليا بهذا الشكل. دي نمره واحد، دي نمره واحد. نعم. نمرة اتنين، هو ما جابش الديب من ديله، هو الموضوع اصلا مين اللي فتحه زي ما انت بتقول يا كابتن شوبير؟ مجدي عبد الغني من زمان وانا بتكلم، وانا ما رجعت من كولومبيا، ما انا اللي شفت وانا اللي جيت قلت. ومن ساعتها ما حدش اتكلم ولا حد عمل الموضوع ولا حد سأل في الموضوع، فانا عملت اللي عليا وانتهت القصة. وقلت ايه اللي انا شفته، وقلت الناس دي انا ما عنديش تفاصيل، لكن كنت بشوف الناس دي جوه الاتحاد. شفت واحد منهم متعلق صورته مع مندوب الانتربول اللي بيدي سيمينار للعيبة. كلمني اسلام في التليفون. انا عمري انا ما بخافش غير من ربنا. ومصر كلها عارفة كده. انا عمري ما اقول ان انا قلت حاجة وما قلتهاش. المنشط اللي كاتبه اسلام ما يصحش انه يكتبه لان انا ما قلتوش. انا ما قلتش الانتربول هيقبض على الاتحاد الكورة. كل ما هو بيعمل منشط بقى يصيد بيه نفسه ولا يشد بيه القراء ده موضوع بتاعه. وانا لما اللي قلته انا عارف انا قلت ايه. واللي قلته انا ما بنكروش، وزي ما انت بتقول يا كابتن شوبير انا قلت كل حاجه، سواء وانا جوه الاتحاد ولا بره الاتحاد ولا في البرامج الرياضيه ولا في كل حته. ده صحيح، والكلام ده بشكرك على انك انت حقك يا كابتن مجدي، ما بتشكرش، رديت غبتي في الموضوع ده. حقك عليا يا كابتن مجدي بحكم حاجات كتير جدا. ما ينفعش الموضوع. انا 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 من هنا ورايح خدت قرار ان انا لا يمكن اعمل حديث بالتليفون مع اي صحفي ايا كان. دلوقتي الصحفيين قاعدين في المكاتب بتتسلى علينا. بيتسلوا ورفعوا سماعه التليفون يعمل حديث ويتكلم ويكون في صداقه، ولو سمحت قول لي، وبعدين يقول بمزاجه بقى. بيكون في صداقه او في علاقه طيبه يعني بتسمح بالثقه يعني. بس لا ماشي، بس لما يجي يطلع يتكلم عليا يتكلم كلام مش يقول لك اصله بينسى واصله مش عارف ايه واصل انا عملت معاه حديث من 4 سنين وطلعت. انا عمري ما قلت، انا ما قلتش عمري في حياتي ما قلت، انا اللي بقوله بقول قلته، اللي ما بقولوش بقول ما قلتوش. فما يصحش انه يتكلم عليا كده لان انا ما بخافش غير من ربنا. هو نفسه ما كانش بيجي يقعد في اتحاد الكوره غير عندي، انما هو عامل ان هو بيقول لك اصل المصدر سمعته في الراديو يقول لك ايه، اصل المصدر بيقول كلام، بيبقى مش عارف ان هو بالنسبه لي مش عارف. ايه ده كابتن مجدي؟ ده كابتن مجدي، ردنا لك اعتبارك وردنا لك غيبتك، واعتبارك اصلا مردود، مش محتاج ان انا اقول رديت اعتبارك. انت راجل نجم يا كابتن، يا كابتن مجدي انت راجل نجم، ولك حضورك ولك تقديرك ولك احترامك عندنا جميعا، وانت تعرف ده. وحتى هو اسلام في نهايه المكالمه راجل اتكلم عليك باحترام وبتقدير، ويعني انتهى الامر. خليني اسالك في الموضوع نفسه كابتن مجدي، انه الموضوع يا ريت يعلو الصوت شويه يا كابتن. يا جماعه سامعني كده يا كابتن مجدي؟ يا ريت يعلو بس من عندك الصوت. طب حضرتك سامعني كده كويس؟ كده سامع. طب انا بكلمك كابتن مجدي في الموضوع بقى نفسه، الموضوع نفسه انه الامر انت مشكورا اثرته من 2011، وانا تابعت معاك شويه وبعد كده تعبنا لحد ما تمت اثارته. اعاد الدكتور ياسر ايوب مشكورا فتح الموضوع من جديد بعد ما الراجل بتاع المراهنات هو اللي عمل حوار في CNN ثم كتب كتاب كشف فيه الفضائح دي كلها، وبالتالي اعيد من جديد يعني. كابتن محمد حسام والحقيقه
نتفق او نختلف على طريقة ادارته، لكن لا نختلف ابدا على يعني نزاهة الرجل وشرفه وامانته. اعتقد تتفق معايا في دي يا كابتن مجدي. بص يا كابتن شوبير، خلينا ناخد الجانب المضيء من القصة اصلا. الموضوع دوت مفيش فيه اي نوع من انواع الاثباتات عشان بس حضرتك تبقى في الصورة. تمام تمام. واتحاد كرة القدم اتحرق. واذا كان هناك مستندات فما عمرك ما هتلاقي مستندات. ده موضوع حطه على جنب. انا ليه اثرت الموضوع اصلا؟ لان بما ان في قانون رياضة هيتعمل، وبعدين ده مش اول مرة انا احضر مؤتمر فيه بيتكلم عن ماتش فيكسنج، اللي هو التلاعب بنتائج المباريات. التلاعب بنتائج المباريات موجود في العالم كله. الكونجرس اللي فات بتاع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اللي كان في سلوفينيا، جابوا لعيب قبض وجاب سبب القبض على المسرح قدام الناس كلها. جابوا لعيب قبض وجاب وبيقول ليه سبب القبض، وبيقول الانديه بتضغط عليه ازاي، ورئيس النادي ما بيدفعش فلوس للعيبه فبيقول لهم لابد ان انتوا. الكلام ده مش موجود عندنا بالصوره دي. لكن بما اننا بنعمل قانون جديد نحط فيه التلاعب بالمباريات عشان محدش يسول له نفسه انه ممكن يتعامل مع حد من الناس دي خارج مصر. انت فاهم يا شوبير؟ فاهم يا كابتن. انت ما عندناش هنا مراهنات، فبالتالي ماتشاتنا او ممكن يبقى ماتشاتنا، خد بالك الدوري بتاعنا بيتحط في المراهنات في شرق اسيا. يقول لك الدوري المصري. ايوه. مثلا سموحه هتلاعب راضي دجلة اي حاجة. نعم. مثلا. فالماتش تتوقعوه كام؟ ممكن هو الراجل ده يجي مصر ويتقابل الناس دي اللي بتشتغل مافيا دي. بتيجي ممكن تقابل لعيبة ولا تقابل مدربين ولا تقابل حكام ولا تقابل حد وتبتدي تفكس الماتشات في مصر. فيبقى لابد ان يبقى عندنا قانون يحمي عدم تفكيس المباريات او الماتش فيكسنج او التلاعب بنتائج المباريات. ناخد الصوره من الجانب ده ونوصل لوزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز ان القانون القادم لازم يتحط فيه بند عقوبي على التلاعب بنتائج المباريات. هي دي النقطه المضيئه اللي ناخدها. مش كل واحد عايز يعمل، ما اسلام ما جابش التايهه يعني، ما قالش موضوع شيل الاسلام بقى، شيل الاسلام ده. الراجل الكلام ده متقال بصوره تانية قبل كده، ان هو الراجل بيتابع بس مش ما قالش. احنا قلنا انه اسلام قال الكلام ده في حوار معاك ومع الكابتن محمد حسام من 3 سنوات. الدكتور ياسر ايوب اعاد مناقشته مره اخرى وانا رجعت اخدت منه. يا كابتن شوبير مفيش مشكله اطلاقا انه يعيد الكلام في الموضوع، لكن النهارده يجي يقول لك مثلا ان انا قلت، ما هو الحديث على لساني بقى انا اول واحد، ان اتحاد كرة القدم الانتربول بيبحث باين ولا انا يتتبع. بص ان انا ما قريتش الموضوع. اما كانوا بيسالوني كنت بقول لهم برد لهم على اللي انا قلته، وقلت لهم قلت كده وما قلتش كده. يعني ما بخافش غير من ربنا، انا ما حدش بيخوفني ولا انا لكن تحت درس حد ولا انا بعمل حاجه. لا يا سيدي ما حدش قال الكلام ده يا كابتن مجدي. خلينا يعني ايه نروح في الموضوع الاساسي. اذا انت راجل تؤكد انك شاهدت صوره الراجل وانك بتحذر وبتتمنى ان ده يتم وضع فقره او بند او في القانون الجديد عشان نحمي الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه في مصر. يا ريت يا كابتن شوبير، هو ده اللي احنا بقى نبص له. يعني هو ده اللي احنا المفروض ننظر له. الرياضه القانون الجديد ما فيهوش حاجه خالص على الماتش فيكسنج. نعم شكرا. لابد، وبعدين لازم يتعمل مؤتمرات في مصر يفهموا الناس يعني ايه الماتش فيكسنج. ده صحيح. لازم تتعمل مؤتمرات، وده دور صحيح. الاتحاد المصري كرة القدم. نعم. يعني الاتحاد الجزائري انا بعت من عندي هنا مندوب حضر مؤتمر وكانت حضراه الاستاذة صحر العواري في الجزائر. عازمين الانتربول وعازمين المحاضرين المتخصصين في الماتش فيكسنج. وعازمين دول افريقيا كلها ودول العالم كله يحضروا المؤتمر ده في الجزائر عشان يتحدثوا، والجزائر ما عندهاش مراهنات زينا برضو. لكن بيعملوا توعية لكل دول افريقيا، وبعتوا دعوات لكل دول افريقيا، والناس سافرت وحضرت المؤتمر، وكان مؤتمر مثمر جدا ورائع جدا وناجح جدا. طب ليه احنا ما نبتديش نعمل المؤتمرات دي عندنا؟ وانا بحاول انا كجمعية لاعبين محترفين ان انا كنت اعمل المؤتمر ده، لكن تكلفته عالية جدا. ده صحيح. لو حد يعني لو الوزارة تتعاون معايا. الوزارة تساعدك، ممكن تعاونك. نعم. انا على استعداد اجيب المحاضرين انا عارفهم، والمؤتمر القادم اللي جاي في اليابان مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هناك فقرة ايضا عن الماتش فيكسنج هيعملوها
لان كل سنة بيتكلموا على التلاعب بالنتائج المباريات لانها آفة زيها زي الدوبينج زيها زي احنا هنا في مصر مثلا تعرف في لعيبة بتاخد منشطات ولا لا ما نعرفش ما عندناش تحليل المشكلة هنا مفيش تكافؤ فرص تبص لا اللعيب ممكن يكون واخد منشطات وبيلعب قدام الاهلي والزمالك دول شاريين بعشرة مليون وده نديم اتكلف مليون وبيتعادل او بيكسب الاهلي والزمالك الله اعلم في دوبينج ولا مفيش دوبينج في منشطات ولا مفيش منشطات ده بيقلل من كفاءة البطولة بيقلل من كفاءة الدوري فخلينا نتكلم في النقاط المهمة ديت اللي توصل الرياضة بتاعتنا للمثالية وفي نفس الوقت تكافؤ الفرص وفي نفس الوقت لعدم الوصول بشبابنا ولاعبتنا نضحي بيهم لان الدوبينج ممكن يعمل سكتة قلبية طبعاً مفاجأة طبعاً طبعاً في الملعب طبعاً فيبقى احنا بنحافظ عليهم هو ده النقاط المهمة اللي احنا المفروض نتكلم فيها مش ده قال وقصه من اربع سنين خلاص بقى يا عم مجدي كل ده كلام قضى ملوش اي لازمة كان يقول شكرا يا كابتن مجدي بشكرك شكرا جزيلا وحقك طبعا علينا كلنا ويعني يعني واضح انه في عشم بينك وبين اسلام مش عايزين القصة دي يعني تاخد اكتر من حجمها في الخلاف ما بينكم هو انتوا الاثنين لكم احترامكم لكم تقديركم عندنا زميلنا العزيز احمد عويس رئيس القسم الرياضي بالتحرير بعت لي بيقول لي انا كمان كتبت الكلام ده في التحرير لانه كنت حاضر الجلسه مع احمد قشطات الاردني في بيجوتا في كولومبيا اللي كان فيها الكابتن مجدي عبد الغني واحمد حضر هذا الامر وهذا الموضوع وبيأكد لي على صحه هذا الموضوع والموضوع ده اثير لكنه يبدو ان في ناس ما بتهتمش يعني كابتن محمد حسام معانا مره ثانيه كابتن محمد حسام عايز يوضح حاجه جديده كمان لا برضه لازم التنويه عشان انا بخلصت يعني بما انك انت بتاخد كلام ومعلومات كامله يا كابتن احمد اتفضل يا فندم بعد حكامنا على فكره اللي سافروا ما لعبوا الماتشين في اندونيسيا ورجعوا الراجل ده جه هنا القاهره على فكره عشان تبقى عارف ايوه واجتمع بالحكام دول وعرض عليهم عروض عشان يحترفوا هناك ما اعرفش ولا ايه وانا فوجئت ان هم بيتصلوا بيا في التليفون في كذا وكذا وكذا قلت له الغي الكلام الفارغ ده كله ملناش فيه اي واحد عايز حاجه من حكامنا يطلب عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم اي بطوله عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم فالناس قالوا لهم هناك تيجوا وانتوا هتحكموا وهتبسطوا قوي وهتاخدوا فلوس كتير قوي على فكره الكابتن احمد الجرح قال لنا المعلومه دي انا كده مصاب كويس يبقى انا الحمد لله انا برأت بس صحتي عشان وانا ذلك انا قلت لهم لا مفيش تعامل مع الاشكال دي ولا كلام معاهم ولا مناقشه معاهم ولا حاجه والحق يقال كابتن صلاح حسني برضه يا ريتك تكون برضه خدت المعلومه منه لان الراجل يوميها هو بيقول لي تمضي قلت له على جثتي فهو كلم الكابتن سمير ما اعرفش هل الكابتن سمير فوضه قال له امضي مالكش دعوه ولا هو مضى ولا ايه برضه يصح ان احنا نكلم الكابتن صلاح اشكرك كابتن حسام يا ابو حميد ويا رب يظهر الحق عشان الناس تبقى برضه عشان ما حدش يجرؤ يعمل هذا الكلام تاني الا هل بلغت اللهم فاشهد انا عملت اللي عليا مجدي عبد الغني عمل اللي عليه، واسلام صادق عمل اللي عليه، وكابتن محمد حسام عمل اللي عليه، والدكتور ياسر ايوب عمل اللي عليه، ودي دور اعلام لا تصفيه حسابات ولا يحزنون. دور اعلام اذا كنتوا عايزين توصلوا للحقيقه يا رب يطلعوا الناس دي احسن ناس في العالم. وطلعوهم احسن ناس في العالم، واحنا هنعمل لهم تمثال هنا ونعمل لهم يعني مظاهرات احتفالات بيهم يعني. لكن لو انتوا مش عايزين خلاص. روح يا عم زي النهارده بقالنا كتير ما شفناهاش يلا بينا. زي النهاردة 22 أكتوبر 1929 مولد أسطورة حراسة المرمى ليف ياشين دائما ما يخطف نجوم الوسط والهجوم الأنظار من الجميع ونادرا ما يزاحمهم نجوم الدفاع على الألقاب والجوائز الفردية أما أن يتفوق حارس مرمى على هؤلاء جميعا ويفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا والعالم فيحق له أن يجلس ويستعيد ذاكرة التألق والإبداع بكل سعادة وفخر إنه سوفيتي ليف ياشين الذي قاد بلاده للتتويج بالنسخة الأولى لكأس أمم أوروبا عام 60 ونجح في الظفر بجائزة أفضل حارس في البطولة
ثم تمكن بعدها بثلاث سنوات من خطف جائزة مجلة الفرانس فوتبول الثمينة كأفضل لاعب في القارة العجوز بعد أن حصد 73 نقطة تفوق بها على الإيطالي جاني ريفيرا لاعب ميلان والإنجليزي جيمي جيرفير لاعب توتنهام. ولد ليف إيفانوفيتش ياشين في مثل هذا اليوم من عام 29 في العاصمة موسكو، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف دينامو موسكو عام 50، وظل في صفوف عملاق العاصمة حتى عام 70، حيث خاض مع الفريق 326 مباراة، حقق خلالها 8 بطولات بوقع 5 في الدوري و3 في مسابقة الكأس. وتم اختياره كأفضل لاعب في بلاده أعوام 60 و63 و66، كما برع في التصدي لركلات الجزاء وأنقذ 150 ركلة طوال مسيرته الكروية. دوليا لعب الحارس الاخطبوط لمنتخب بلاده 75 مباراة دولية في الفترة ما بين عامي 54 حتى عام 67، حيث حقق ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ملبورن الأسترالية عام 56، وذلك بعد تفوق على يوغوسلافيا. وشارك في كأس العالم بالسويد عام 58 وتشيلي عام 62 وانجلترا عام 66 وحقق المركز الرابع، كما قاده للفوز بالنسخة الأولى لكأس أمم أوروبا عام 60 في فرنسا ومركز الوصيف في النسخة الثانية عام 64 بإسبانيا، وفاز بجائزة أفضل حارس في البطولتين. أسطورة حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم العالمية اعتزل كرة القدم عام 71 في لقاء شارك فيه نجوم العالم، وتوفي في العشرين من شهر مارس عام 90 بعد أن توج بوسام اللجنة الأولمبية الدولية عام 86 وآخر من الاتحاد الدولي بعدها بعامين، كما استحق الحصول على لقب أفضل حارس مرمى في القرن العشرين.